اليوم رح نعمل وصفة كتير طيبة، كتير مغذية ومناسبة كتير للأعياد اللي نحنا فيها حاليا. بتنحط على السفرة، ببيض الوجه كتير طيب، كتير شهي ومنظره روعة. أكيد الروبيان أو الريدس أو الجمبري بهاي الطريقة رح كتير تعجبكم. جربوها واعطوني رأيكم بالكومنتات. يلا نروح سوا حبايب قلبي نشوف كيف عملنا الجمبري وبأي طريقة والمكونات تاعتها. حطيت طنجرة على النار بقلبها مي، هلأ بدي احط بقلبها كمان شوية ملح، وهي هلأ عم زيدها نتفة ملح. هلأ بدي انطرها لحتى تبلش تغلي ونزل فيها. عندي هون ريديس بس مش مسلوق، انا هلا بدي اسلقه. مثل ما شايفين غليت عندي الطنجره، طنجره المي، رح ازيد فوق منها الريديس. عندي ريديس هون ني بقلبه، يعني هو ني وبقشره منه مقشر. هلا اكيد رح يتغير لونه من لون الرمادي للون الاورانج. هلا رح نتركهم لحتى لي يعني شي 10 دقايق بالكتير، وطفي تحتهم وغسلهم وصفيهم. اكيد هيدا القرايدس مطلج، شايفين كيف عم بيتغير لونهم، صار لونهم اورانج، شايفين. هلا شي 5 دقايق او بالكتير 10 دقايق رح طفي تحتهم وشيلهم. مثل ما شايفين عندي القرايدس بلش يستوي، انا لقيتهم قليل رجعت زدت فوق منهم شوي كمان من الفريزر ما بيقصر. هلا رح نطفي تحتهم ونصفيهم من المي تاعيتهم. بطنجرة تانية حطيتها على النار رح حط فوق منها نتفة زيت زيتون، ورح احط كمان فوق منهم عندي شي 5 حصوص ثوم وسط، رح احطهم فوق التومات. وعندي كمان كزبرة خضراء انا متلجتها، بحريك لحتى تفك الكزبرة عندي. وهلأ دغري رح نزل الريديس او الجمبري، مثل ما في ناس كمان بيقولوا جمبري او الروبيان، فوق الخليط هيدا. وهلا رح نسف واو 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 ما بخبركم الريحه، يعني ما حناخد كتير قلي لانه هو الروبيان او الجمبري مسلوق خالص، رح نقليهم مع بعض لياخدوا الطعمات. رح زيد شويه ملح شوي صغيرة، بهار أسود بس. هيدي هي، هيك بتكون خلصت عنا وصفتنا لليوم، وصفة الجمبري أو القريديس أو الروبيان مع الثوم والكزبرة. جربوها طعمتها بتشهي عن جد. وهيك خلصت عنا وصفتنا لليوم، هلا بدنا ناخدها على صحن التقديم. واو واو الريحة تلت البيت، ريحة غير شكل.
وهلا رح نسكب الروبيان تاعنا جات التقديم مثل ما شايفين، ريحة غير شكل عن جد. رح نزينه بشرحات الحامض، اكيد بينعصر عليه حامض اللي بيحب، بيطلع روعة عن جد. وهيك بكون خلص طبقنا لليوم، بتمنى يكون نال اعجابكم، واذا حبيتوا الوصفة ياريت تعملوا لنا لايك وشير وسبسكرايب. بتشكركم كتير على المتابعة، والى اللقاء بفيديو جديد. باي باي.